تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وبمناسبة الأعياد الوطنية وتكريماً لأرواح شهداء الوطن، أطلقت مؤسسة شموع الأردن وفلسطين مبادرة شموع الوطن، والتي أقيمت على المدرج الروماني وسط العاصمة عمان بحضور جماهيري كبير. شاركت بإحياء هذه المناسبة مجموعة من الفرق الفنية والشعبية جاءت من عدة محافظات في المملكة ومن فلسطين، حيث قدمت هذه الفرق نماذج فنية وفلكلورية رائعة مستوحاة من التراث الشعبي الأردني والفلسطيني، إضافة إلى قصائد شعرية تمجد بالوطن وشهدائه. مبادرة شموع الوطن هي مبادرة وطنية شعبية تهتم بتوأمة التراث والفلكلور الأردني الفلسطيني والمحافظة عليه من خلال توأمة الفرق الفلكلورية والتراثية الشعبية، ومن خلال القصائد الشعرية والزجل الفلسطيني، ومن خلال عروض الأزياء التراثية الشعبية الأردنية الفلسطينية، ومن خلال عروض المنتجات الأردنية الفلسطينية.